طلع طلع. يا جدع هتحطك وزبط. يا رايح يا ابني انت مش بطل الحركات البايخه بتاعتك دي. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا ضنضه. اهلا يا سيدي. انت لسه ما لبستش ولا ايه؟ هخش افطر معانا. لا لا انا افطرت. غريبه قوي دي. طب والنبي يا حوده اتوسل اليك ابوس رجلك يا اخي افطر معايا يا جدع. عيب ما تهدان. انا ما بحبش اشوفك بشكل ما تذللش لحد ابدا. خش افطر. خلاص انا هتنازل وافطر. ها بعدين انت بتحايل عليا. انت حاطط لي حاجه في الاكل ولا ايه؟ ها انت حاطط لي سم فين يا ضل؟ ادفع نولع عيش. صباح الخير يا حوده. صباح الخير يا امونه. امونه ما تقول لي انك بعت لها جواب كمان احسن. ايه يا عم جوشه فيه الجلال ده؟ تعال وبعدين كل بالراحه. كل دي لقمه يا عم. انت مالك؟ انت هتشاركني؟ هتبصي في الاكل كمان؟ هي دي طريقتي في الاكل كان عاجبكم. مع انت حمد ربنا ان بالك عندكم اساسا. اساسا؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ ما تاكل وانت ساكت. امسك يا ضل. انا كنت بس بهزر يعني مع ضل وعبد الرحمن. كبسه. كبسه ولا لا ضل؟ كبسه. كبسه امينه. بصراحه ايه يا عم انت هو وهي وهو باين ايه؟ ما هو باين على وش انها كبسه دي. اغنيها لكم يعني؟ بعدين مش تقول انها جايه من ورايا. انت بتبرطم تقول ايه يا جدع انت؟ لا انا ما بقولش حاجه يعني. انا بقول لعبد الرحمن يقوم يلبس عشان نروح الشغل. يلا كده خلينا نروح نشوف شغلنا. الحمد لله رب العالمين. بقول لك ايه؟ عايزك تدمر الحلاوه دي. المهم بس ارجع الاقي ايدينا الاقل زي ما هي. ها؟ ما تخافش يا اخويا. بقول لك ايه؟ ها؟ ما تنساش ال 150 جنيه بتوع الجمعيه. ان شاء الله لما اقبض من الحاجه بالليل ان شاء الله. يا اخي انا حاسس كده ان انا اكلت كتير بس مش عارف شبعت ولا لا. يا راجل لا 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 دي اوهام في دماغك. شكلك لسه جعان. تعال على نفسك وكل تاني. تشرب شاي. يا ريت يا ضله. بس يا ريت بقى يكون بحليب. بس يا ضله الاكل ده هوايه. الله هوايه. محدش يفهمها غير اللي زيي. حليب ها؟ طب ما فيش شاي. صباح الخير يا حوده. صباح الخير يا مسجاره. يا سلام يا اخي. الناس الموسيقيين دول فنانين فعلا. بيحسوا يعني بالناس وباللي حواليهم. وبالصناعيه اللي زينا. يا اخوانا مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ هتاكلوني ولا ايه؟